انطلاق معرض الأسرة المنتجة في طبعته السابعة بالمركز الثقافي الإسلامي فرع ورقلة. هذا المعرض الذي دأبنا على أنه يكون كل سنة من أجل احتواء العارضات، من أجل التنمية، من أجل الاقتصاد منظم. كنا فيما سبق نحتوي النساء، كان عندهم مشاريع صغيرة، الآن أصبحت مشاريع مثمرة، أصبحت منتجة، أصبح فيه توزيع وفيه بيع وشراء. عندنا أكثر من 36 عارض من داخل الولاية وخارج الولاية، عندنا من بجاية، عندنا من بومرداس، عندنا من قسنطينة، عندنا من عنابة، من توغرت، يعني بالإضافة إلى مشاركين داخل الولاية. كل المنتجات التي يعني هي موجودة في أرض الواقع هي موجودة معنا اليوم بالمعرض الذي أقيم بالمركز الثقافي إلى غاية يوم الخميس 22.